متابعينا الكرام محورنا الثالث عن الاحتراف فيه حوار سابق جرينا مع الدكتور عبد الله البرقال رئيس لجنه الاحتراف نشاهد هذه المقتطفات من اللقاءات ثم نعود. شاكر لكم الاستضافه وتشرفت حقيقه بان اكون متواجد معكم. طبعا بدون مبالغه بحكم يعني وجود جميع الفترات السابقه الفتره الشتويه هذه من افضل الفترات لتسجيل اللاعبين لأنه بالفترة الشتوية هذه بالذات بدأنا نلاحظ أنه يعني جميع القرارات اللي اتخذناها من تقريبا سنتين سنتين ونص الآن بدأت بدأت تأخذ يعني وضعها الطبيعي يعني لو تشوف الفترة الشتوية الماضية بالإضافة للفترة مقارنة بالفترة الشتوية هذه في فرق كبير جدا لا من ناحية عدد اللاعبين ولا من ناحية المبالغ معناته الآن بدأنا نتجه في الطريق الصحيح. حقيقة هناك تناغم كبير جدا وقوي ما بين لجنة الاحتراف وغرفة فضل المنازعات غرفة فضل المنازعات أخذت وضعها الطبيعي يعني هي مسؤولة الآن عن جميع عقود اللاعبين سواء السعوديين أو غير السعوديين الآن يعني يعني لا, يحتاج أي لاعب غير سعودي أن يتجه للاتحاد الدولي الفيفا سواء غرفة فضل المنازعات أو أي مكان آخر يتجه مباشرة إلى غرفة فضل المنازعات وقرار غرفة فضل المنازعات هو قرار نافذ يعني يمنع من التسجيل عند تحويل لجنه الاحتراف، وطبعاً الان نحن نطالب باحضار حوالات بنكيه الخاصه باللاعبين المحترفين. في السابق كان تحضر اللجنه مسيرات، المسيرات هذه يعني يحضر كشف يوقع اللاعب عليه سواء استلم ولا ما استلم، احنا طالما موجود توقيع اللاعب انه يعتبر بالنسبه لنا استلم، اللعب. لكن لاحظنا هناك في ضغوطات على اللاعبين حقيقه من بعض الانديه انه يعني يضطر اللاعب يوقع المسير بدون ان يكون استلم فلذلك تراكمت حقيقه الرواتب على اللاعبين بعدد اشهر يعني وصلت الى 20 و25 شهر لذلك حتى يعني نخرج اللاعبين من الحرج ونصبح نحن مسؤولين مباشره مع الانديه طالبنا انه فقط نقبل الحواله البنكيه في حساب اللاعب مباشره الحقيقه احنا في البدايه كانت يعني اجراءاتنا كانت صعبه الانديه احنا حتى انه نعقد قبل فتره تسجيل نعقد مؤتمر ونوضع عدد الشكاوى على كل نادي، انا اعرف ان هذه الاشياء تكون ضغط على الانديه وعلى الادارات بالذات، لكن لابد ان يكون الجميع مطلع على وضع النادي، لان هناك اعضاء شرف، هناك جماهير، حتى انه لما النادي ينهي هذه الشكاوى نحن نعلن ايضا انه هذا النادي انهى الشكاوى، فنعطي برضه ميزه للاداره. بالشيء اللي وصلنا له الان يعني احمد الله سبحانه وتعالى واعتذر للادارات بعد الضغط اللي يعني اجرته لجنه الاحتراف في السنتين الماضيه لكن الان بدانا ناكل كل هذه الاجراءات وهذا بالعموم لصالح الرياضه السعوديه باذن الله ان شاء الله. طبعا طبعا ما في شك احنا اصلا موجودين في الاتحاد السعودي الان بناء على رغبه الرياضيين هم من من رشحوا الاتحاد السعودي اللي يقود السفينه كره القدم السعوديه. احنا في هذا المركب كلنا يعني مجموعه واحده هدفنا واحد عند الرياضه السعوديه التنافس يكون داخل الملعب لكن خارج الملعب نحن اخوه ونحن احبه هناك من من لا يريد هذا الشيء يريد ان يكون هناك تنافر كذا لكن باذن الله لن ياخذ هذه الفرصه وسنظل اخوه مهما زاد التنافس داخل الملعب نحن اخوه ويهمنا فقط علم لا اله الا الله محمد رسول